أداء الحمد لله. والله كابتن فتحي انا هرجع اقول نفس اللي انا قلته من شويه، ان انا شفت في الملعب مع نادي الزمالك امبارح نوع من انك واثق في نفسك، يعني واعتقد ان ده اتنقل بشكل او باخر، الله اعلم حضراتكم ادرى طبعا ككباتن، يعني انه ده اتنقل من حسن شحاته، مش يعني انه لا خليك واثق في نفسك، وان احنا ممكن نكسب بشكل او باخر، وان احنا ان شاء الله هنكسب، وان احنا بس اهدى، بلاش اللي احنا كنا بنعمله زمان مثلا العصبيه والنرفزه، وانك انت تبقى شايل على الخصم، يعني شايل جواك لخصمك، يعني ده اللي انا حسيته امبارح من الماتش، ده اللي انا بقوله، ده صح ولا غلط؟ هو صح طبعا، هي خبره الكابتن حسن شحاته في قياده المنتخب وقياده انديه قبل كده بتدي له الخبره العاليه قوي، ان هو النهارده بيتعامل في منظومه نادي الزمالك، بيتعامل مع لعيبه زي ما قلت لك دوليين، بيتعامل مع لعيبه في ثقه وثقه، والجماهير زي ما قلت لك الجماهير عنصر مهم جدا في هذه المباراه. الجماهير مش متوتره، الجماهير مش قلقانه، ده حتى الجماهير ما انا بقول لك الجماهير مش قلقانه، لان ممكن يكون بسبب ان الاهلي مش موجود. لا، لان انت المؤشرات، خلينا واقعيين، المؤشرات النهارده حرس الحدود، يعني فرقه حرس الحدود مش حرس الحدود اللي كنا نعرفه من سنتين ثلاثه. تمام. والكابتن طارق العشري معذور في هذا، لان برضه في تجديد في فرقته، في عناصر مشيت كتير قوي، فاصبح الامور حتى زي ما قلت لك خط دفاع نادي حرس الحدود كلهم تحس انهم عناصر جديده، يعني كلهم عناصر جديده باستثناء يمكن احمد سعيد اوكا بس اللي موجود، فكل انما مش بسبب ان الاهلي خرج. لا هو طبعا ممكن يكون عامل، بص ممكن لا في بيبقى في ارتياح ان الاهلي بيخرج من بطوله، بيبقى الناس اللي دايما بيسعى بقى البطوله بعديه بيسعى ان النادي الاهلي خرج، لازم اسعى انا كفرقه كبيره زي نادي الزمالك انا اللي استحق هذه البطوله، لان نادي بطولات. فنادي البطولات دايما يبقى دايما عنده الدوافع وعنده المعنويات العاليه جدا انه يكسب بطوله بعد خروج النادي الاهلي. طيب كابتن فتحي، لو اتنقلنا من عمرو زكي لاحمد حسن، تقييمك ايه؟ يا احمد حسن يعني برضه زي ما قلت على عدم مستوى في انبي، احمد حسن امبارح محور اداء نادي الزمالك، بدليل يمكن ان هو كان بيلعب في وسط الملعب تحت فوق عمرو جابر والمرغني، وهو اللي بيلعب وبيدير برضو الحته دي، يعني حتى النهارده في اصبح في كومبينيشن حلو قوي بينه وبين شيكابالا، يعني لعب كام كوره امبارح. شيكابالا انا هرجع يعني امبارح لعب كام، انا قصدي على احمد حسن ليه رؤيه حلوه في الملعب، ليه رؤيه، بدليل ان هو تعبان جدا خلاص في الدقائق الاخيره من المباراه، عمل صوره حلوه قوي لعمرو زكي اللي جاب منه الهدف الثاني. كويس، يعني احمد حسن اداؤه وروحه بيقدر يندمج مع اي فرقه على فكره، يعني يقدر يخش في فاهم، فبيندمج مع اي الفرقه، لان هو نجم وله خبره وكابتن مصر وعنده روح عاليه قوي واداؤه مميز، ويمكن في الماتشات التصفيات الاولانيه في الدور ال 16 والدور 8 قدر يسجل لنادي الزمالك، فاصبحت احمد حسن مع جماهير نادي الزمالك في ارتباط حلو قوي. كويس، فما اصبحش تحت اختبار، لا ده جماهير ابتدت تحبه، هو الولد ممتاز. يعني ليه كثير من النقاد وكثير من جماهير الزمالك وجماهير الكورة عموما قالوا على شيكابالا ان هو يعني كان بيلعب كويس وكل حاجة، بس كان فيه شوية ملاحظات. شوف شيكابالا لعيب مزاجي، بمعنى لعيب مزاجي، يعني بمعنى يبدع في اللعب مع مجموعة يبدع، ويبدع في التسجيل، ويبدع في الضربات الثابتة، ولعيب مزاجي من ناحية أخرى زي امبارح أداء فردي، يعني امبارح شيكابالا معظم الطابع اللي لعب بيه امبارح أداء فردي، مش شيكابالا اللي احنا بنعرفه بيتعاون مع زمايله مع عمرو مع أحمد حسن، لا هو امبارح كان الأداء دايما أداء فردي، فعشان كده شيكابالا يمكن أنا شايف بوجهة نظري الفنية إن هو من أقل الماتشات اللي أنا شفت فيها شيكابالا في الفترة الأخيرة. هو عنده أحسن من كده بكتير، يعني شيكابالا عنده احسن من كده بكتير، وخصوصا اذا تحرر بيتنقل من الجنب اليمين للجنب الشمال، حريه الحركه اللي بيداله الكابتن حسن شحاته والجهاز الفني تساعده ان هو يتالق، وتساعده ان هو يبدو، وتساعده ان هو يقدر يلعب مع المجموعه احسن من ماتش امبارح. اخيرا قبل ما ننهي الفقره، واليوم النهارده 2/10/2011، توقعاتك ايه بقى للزمالك مع انبي؟ لا هو هيبقى ماتش صعب، ماتش صعب على الفريقين. ليه صعب؟ ليه ماتش صعب؟ الناس بص خلينا يعني بصراحه تم كلنا بنقول غالبا، مع احترامي طبعا لإنبي، يعني انه غالبا هيبقى الزمالك. لا ما انا بص احنا نقول غالبا ولكن ماتشات كاس مصر كل فرقه النهارده، في فرقتين النهارده واصلين النهائي الزمالك وإنبي، كل فرقه عندها طموح. تمام، كابتن مختار ونادي إنبي
بإدارته الجميلة بلاعبته الهيلة عنده طموح. نادي الزمالك بإدارته بجهازه الفني بجماهيره بجماهيره العظيمة عندهم طموح. فالطموح المشروع للفرقتين ما تقدرش تقول مين النهاردة، ولكن موازين كرة القدم بتختلف. يعني موازين كرة القدم هجيبك على سبيل المثال المقاولين وهو في الدرجة الثانية كسب أهلي وزمالك وخد بطولة صح ملهاش مقاييس وكسب السوبر كمان في هذه السنة فملهاش مقاييس ماتشات كاس مصر. ولكن إذا بصينا للنواحي الفنية هتلاقي النواحي الفنية يمكن في لعيبة نادي الزمالك يمكن خبرتهم أعلى شوية من لعيبة أولمبي دي واقعية. وجماهير الزمالك عنصر مهم جدا طبعا. عنصر مهم جدا في هذه المباراة وخصوصا مباراة نهائية وفيها بطولة، فجماهير الزمالك طبعا هتبقى العنصر رقم واحد في أن الزمالك لو كسب يبقى بفضل الجماهير أولا. لأن الجماهير خلينا يعني واقعين الجماهير بتدي رونق جميل لكرة القدم وفرقتها وجماهير الزمالك متعطشة لبطولة. نعم. دليل الناس اللي كانت على السماعات امبارح والناس اللي خارجة مبسوطة طبعا الجماهير دي يعني مهمة جدا. نادي أنبي يمكن جماهيريا ما عندوش ولكن عنده أداء فني وعنده لعبة كويسة يعني عنده لعبة كويسة. أداء نادي أنبي دائما هتلاقيه في الخط الهجومي الأكتر يعني شو أنا بقول إيه خط الهجومي الأكتر خطورة على مرمى الزمالك. أحمد عبد الزار وأحمد عبد الرؤوف وعادل مصطفى وديفونيه ليهم خطورة وليهم شكل ويقدروا يتعبوا يعني ممكن زي كده بنقول إن الكفة ممكن تبقى متساوية ولكن الفيصل برضه هيبقى فيه عنصر اللياقة. عنصر اللياقة ده مهم جدا في المباراة. ختاما زي ما كان في أبطال في الملعب امبارح أربع فرق، زي ما في برضو اسمح لي أقول إنه في أبطال جماهير كانت ملتزمة وما عملوش مشاكل ونتمنى إن في كل الماتشات المصرية يحصل الالتزام الجميل ده. أنا أتمنى من كل قلبي إن أنا النهاردة أنا جماهير النهاردة أنا رايح لفرقتي شجع فرقتي النهاردة بغض النظر إذا كانت هناك هزيمة أو فوز تمام. فالجماهير لازم تستحق كل تقدير إن هي تطلع بصورة رائعة عظيم بصورة رائعة سواء فرقتك فايزة زي خلينا زي أوروبا أوروبا كل الفرق بتتغلب والفرق بتتغلب بس الجماهير طالعة يعني طالعة ما فيش أي مشاكل الحمد لله.